بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سيناكسار، اليوم الرابع عشر من شهر برمهات المبارك. استشهاد الأساقفة أوجانيوس وأغانوروس وولنديوس. استشهاد القديس شنودة البهنساوي. في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أوجانيوس وأغانوروس وولنديوس. كان هؤلاء القديسون مسيحيين عن آبائهم، سالكين في وصايا الرب بكل أمانة، وقد حصلوا على قدر كبير من العلوم الدينية، فرسمهم القديس هرمون بطريرك أورشليم أساقفة بدون كراسي ليجولوا كارزين ومعلمين. وفي إحدى المدن خرج عليهم أهلها وضربوهم ضربا مبرحا بدون رحمة، ثم رجموهم بالحجارة فتنيحوا بسلام ونالوا أكاليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 304 ميلادية استشهد القديس شنودة البهنساوي. ولد هذا القديس بمدينة البهنسة ببني سويف، وكان مسيحيا تقيا، فوشى به بعض الأشرار لدى الأمير ماكسيموس المعين من قبل دقلديانوس بأنه مسيحي، فاستحضره وسأله عن عقيدته فأقر بإيمانه ولم ينكر، فأمر الجند بأن يطرحوه على الأرض ويضربوه بالمطارق حتى تهرأ لحمه وجرى دمه على الأرض، ثم وضعوه في سجن كريه الرائحة. فأرسل الرب رئيس الملائكة ميخائيل الذي أبرأه من جراحاته، ثم شجعه ووعده بإكليل المجد بعد أن يحتمل ما سيحل به من عذابات. وفي الصباح التالي أمر الأمير الجند أن يتفقدوه، فوجدوه واقفا يصلي، ولما أعلموا الأمير بأمره أمر بإحضاره وأبصره سالما معافى، فبهت وقال إنه ساحر. ثم أمر الجنود فعلقوه منكسة وأوقدوا تحته نارا فلم تؤثر فيه، فعصروه بالمعصرة، وأخيرا قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة. ثم أخذ المؤمنون جسده الطاهر ليلى وسكبوا عليه طيبا كثير الثمن، ولفوه بأكفان غالية ووضعوه في تابوت، ثم دفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار، اليوم الرابع عشر من شهر برمهات المبارك. شهادة القديس شنودة البهنساوي. نحن المؤمنون نسجد للمسيح كلمة الآب إلهنا بالحقيقة، ونمدح هذا الكوكب العظيم الذي هو شنودة الشهيد القديس. هذا كان من مدينة البهنسة، فسعي به أنه مسيحي، فأرسل خلفه ماكسيموس الأمير المندوب من جهة دقلديانوس، فسأله عن معتقده فاعترف بالمسيح يسوع، فأمر الوالي أن يضرب بمطارق كبيرة إلى أن تهرأ لحم جسمه على الأرض وجرى دمه، فجروه برجله وطرحوه في سجن مظلم منتن الرائحة رديء. فظهر له الملاك ميخائيل وقواه وأبرأ جراحاته، وقال له: تقوى، لأن المسيح كائن معك حتى تنال الإكليل غير البالي في السماوات. فقال المتولي للجند:
أبصروا إن كان مات اطرحوه إلى الكيمان، ولما وجدوا جسمه صحيحا فعذبوه بكل نوع من العذاب، ومن بعد ذلك لعبوا عليه بالسيوف وقطعوه قطعة، فنال إكليل المجد إلى الأبد بصلوات هذا الشهيد: يا رب اغفر لنا خطايانا. موت القديسين كريم أمام الرب، كما قال المرتل داود. بالحقيقة قد كمل هذا القول عليك أيها الشهيد المجاهد القديس شنودة، وموتك ليس هو موتا بل حياة أبدية، لأنك تنعمت في أورشليم السمائية. اصغوا أيها الإخوة لقول هذا الرجل البار لما سأله المنافقون قائلين: تؤمن بمن في الآلهة؟ فقال جهرا: أنا أؤمن بيسوع المسيح ابن الله، مهما أردت اصنعه بي. كل نفوس القديسين من الرسل والشهداء ومعلمي الكنيسة خرجوا كلهم للقائك، ودمك الطاهر المسفوك يعج أمام الرب مثل دم هابيل البار على هذا الجيل. من يقدر أن ينطق بكرامتك والمجد الذي نلته الإكليل غير الفاسد الموضوع على رأسك، لأنك مت على اسم المسيح مثل الرسل والشهداء المختارين الذين كملوا قبلك. وفي هذا اليوم المقدس نال الإكليل غير المضمحل هؤلاء الشهداء القديسون والآباء الأساقفة مع القديس أوخانيوس وأغانوروس وإيلينديوس المحاربون جيدا وغلبوا في الجهاد، هؤلاء الذين رجموا من الملوك الكفرة من أجل اسم المسيح حتى أكملوا جهادهم. اطلبوا من الرب عنا يا سادة الشهداء ليصنع معنا رحمة كعظيم